العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حققوا الوعد أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أن تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نسيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاء المرسلون إذا سرنا إليهم الطين فكزوهما فعجزنا بتالد فقالوا إنا إليكم مرسلون وقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا صراحة أنا منفجيت من عند بابا تصدمت مسعدي ولا كنت خالطة ولا اسمي جيت عندها بغيت نسلم عليها وتقول لي شكون أنت أجي تدخل الدار صافا أجي خرج عليا الولد كنقول لها أنا آدم ما علاش كنت تصدمت مازال حتى أمس أنا فتشو بزاف كنوض مع الصباح سولتها قلت لها كي بقيتي كسبعتي قلت لي خرج عليا حتى شفار نقول لك في الشفار ونمشي نشوف صراحة أنا تصدمت بزاف يا ربي تشافيها يا طولنا في الحمار مسكينة يا ربي هي اللي عندنا مسكينة الإنسان معمى علينا الدار ديما فيما كنت كنجيب من المدرسة كانت كتعطيني درهم جوج درهم خمسة درهم كتدور معايا كنمشي نشري شي حاجة ناكل وهاد النهار ما عرفتش جينا من عند بابا تصدمت من هاديك الحالة اللي عند كتقول لينا شكون نتوما ما عرفاتناش من هاديك القضية ما عرفاتناش عرفتوا البنات عثمان تأثر على آدم عثمان البنات تأثر على بصدام البنات في شي بركة كعطاتو لعثمان عزيزة ليا عثمان كاع وتا هي عزيزة عليا ما بغيتش كاع هاد البصدام أنا ما بغيتوش بغيتها هي تبقى لي بغينا هي عمار الدار هي عمار الدار ديما البنات واخا مشاد مع ادم هو اللي زعما بقات فيه بنات عثمان مسكين تاثر بزاف عثمان بنات البسطام فيه شي حبركه قليله هادي هي عمر الدار دابا هي اللي ما بقاتش في الدار شي حاجه ما كاين يا بصدام البنات فيه شي بركه قليله خلاتها لعثمان دابا انا كاع ما نتيق راسي دابا راه مستعدي وقع لي هادشي مستعدي اللي كانت كتضحك كتنشط اي حاجه معاه اللي غير غبرنا عليها غير 3 ايام وقع لي هادشي كامل انا باغي نرجع ليا نادي شحال ندير كنت عرفتو البنات عثمان كيبان ليا ماشي هو هذاك عثمان البنات كيبان ليا عرفتو ملي جا ما شوفو فين جالس في الارض كيقول ليا خليني حداها ادم اللي كانت كتضحك معاه والدار معاه وديما مدابزه معاه مسكين ملي جا هو جالس حداها وكتقول لي شكون ما كتقول لي حميد كتقول لي محمد حميد حسن ما تبدلت عليها 3 ايام تبدلت بحال نسيت بحال اول توفي ولا تغلطوا ولا سميت مره البنات تتعقل مره كتعقل مره عثمان
عثمان وعثمان صافي عثمان صافي عثمان 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 صافي عثمان وصافي ماما صافي عثمان عثمان صافي ماما عثمان ما نديرش حاجة شاكة ماما صافي عثمان 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 الدرجة تبدلت صافي عثمان عثمان شوفي ماما شو ما خصناش نبكيو عليها ما خصناش نبكيو عليها ماما عثمان 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 انت ماما شوف عثمان عثمان وعثمان عثمان وعثمان عثمان 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 حتى ماما نضيض راتك عثمان عثمان شوف حبيبي شوف صافي عثمان شوف يا ماما شوف عثمان كبيدة ديالي صافي انت شوف ماما شوف عثمان صافي حبيبي صافي هيك حبيبي نضيض راتك اجي ماما اجي عثمان ما ديرش هكا صافي ما ديرش هكا عثمان صافي عثمان وصافي عثمان نعل الشيطان ولدي نعل الشيطان ونعل الشيطان اجي عندي ماما نعل الشيطان صافي عثمان عثمان وعثمان ولا ولدي ما ديرش هكا عثمان شوفوا ماما شوفوا بنات عافاكم عثمان شنو حبيبي قول لي يا ماما اللي ما تبكيش هدر وما تبكيش عثمان عتقات فيه بزاف اش حدا ماما عثمان عثمان صافي ماما ريح ريح صافي ماما ريح شت شت عثمان وصافي شت لا انت شوف ماما وصافي عثمان عثمان صافي ماما صافي كنت هي مخبرنا عليها وجينا وطينا بعدها بعد من عثمان مالو عثمان سيدي سيدي القران حدا أدان شد لا فيدها عثمان حنين بزاف البنات عثمان فول البنات مسكينة ماشي الخاطر البنات ما عارفاش اشنو كدير قال لك عثمان قبيله ملي داز قال لك واش ما جاكش البرد ماشي جات انت صافي البرد لبس حوايجك ادم